امتى تفوت سلم؟ خلينا نسال السؤال بطريقه ثانيه. انا كده خدت ماده خرطيمي في الشقه كلها، امتى افوت سلم؟ الصح انك تفوت سلك بعد الانتهاء من عمل الخرطيم على طول، عشان تضمن ان لو مسار الخرطوم ده او مسار السلك ده اتسد في اي نقطه عنه. يعني اعمل ايه؟ يعني افوت سلك قبل المحاره وافوت سلك قبل تركيب الارضيات. لو عندك امان في المكان اعمل كده، وده مش هتلاقيه. دايما هتلاقي في مشكله السلك عشان مشكله الكهرباء. فعشان كده الاستشاريين يقول لك ايه؟ ما تفوتش سلك، بس فوت لي شدادات او مددات. مش سست طبعا خيط انت هتجيب سلك من هنا لهنا، عايز تتاكد ان المسار ثابت، دخلي من هنا حبل يطلع من هنا بسيبه بالظبط كده، وتخش اي فيلا كده كومباوند محترم بيسلم نص تشطيب، تلاقي دايما في مددات او شدادات كلها ماشيه في كل المسارات. ايه فائدتها؟ ضامن ان المسار ثابت. ده فائدتها، انت ضامن ان المسار بتاعك ثابت. تيجي بقى حضرتك في مرحله تفويض السلك، هتقوم رابط السلك في المدات ده وتشده من هنا، تشد تشد تلاقي السلك اتلغى كده. الموضوع بقى اسهل كده، سهل كله سهل. بقول لحضرتك ان نقطه بريل بس نقطه حاجه كده بسيطه تزحتك كل السلك مع بعض، مفيش فيها مشكله. اختبار هواء، ايه اختبار هواء؟ نفخ بس، مكتوم ولا مش مكتوم؟ الهواء راح ولا ما راحش؟ فاهمني؟ الهواء حسيت بيه من الطرف الثاني ولا ما حسيتش؟ كل دي حاجات صناعيه بيعملوها. ساعات بيدخلوا ميه، الميه دي بتطلع منين؟ من اخر الطرف ولا ما بتطلعش؟ لا لا، ما هو الميه قبل السلك، قبل السلك، قبل السلك الخرطوم، يعني مش علاقه بالكهرباء. الخرطوم ميه عشان اضمن ان لو في اي حته حبايه حصويه صغيره في المسار بتاعي تزقها. هو بيعمل ده صح؟ مفيش مشكله طالما مفيش كهرباء. الميه بتنشف بعد كده؟ طبعا.